بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين. شكر الله لمصدر فكر الاسلام لمناهج التشريف في شخصيه استاذنا الدكتور سيدي عبد الرحمن الشيش. شكر الله لمجموعه مناهج البحث في العلوم الاسلاميه، وشكر الله للاساتذه كلهم باسمه وجميع اسمه. مداخلة أو تدخل الأستاذ الفاضل سيدي حسن عبد الرازق حفظه الله، هناك يعني ثلاث خطوات منهجية أخرى مكملة لبناء الشخصية أو شخصية الطالب العلمية، أحسبها يعني مكملة. وهو الخطوة الأولى الترجيح، بعد أن ذكر الأدلة ورد عليها وذكر منهج الاستقلال، فلا بد للطالب من الترجيح، ولا بد بل يجب أن نشجع الطالب على ذلك لإكسابه ملكة بناء الآراء الخاصة به، سواء كان في الفقه أو في الحديث أو في الأصول أو غير ذلك. هناك أيضا خطوة أخرى وهي تقصيد الآراء، بمعنى ذكر المقصد من الرأي الراجح، وذلك ردا على بعض شبهات عبيد الغرب. كذلك ذكر ثمرة الخلاف، وهذا يسهم في جعل هذه المعرفة أو النتيجة التي توصل إليها الطالب الباحث في نسق متكامل، بحيث مثلا إذا درس مسألة فقهية معينة يعرف امتداداتها في الدرس الشرعي عامة وفي الباب الذي يبحث فيه على وجهه الخصوص. أحسب أن هذه خطوات مكملة أيضا. أستاذي سيدي حسن العالمي، رأيكم في القراءة التجزئية للتراث الإسلامي وأثرها يعني في تشويه تراثنا بتعبير القراءة التجزئية بتعبير أستاذنا الدكتور سيدي عبد الرحمن قشيش، هذا مصطلح له. وأيضا رأيكم في مسألة يعني مراعاة الزمان والمكان الذي عاش فيه العالم، وذلك لإيجاد نوع من العذر له، لأن الزمن والمكان مؤثران بلا شك في بناء الاجتهادات الفقهية، سواء على مستوى الاستنباطي أو على مستوى الترجيح أو على مستوى التنزيلي وتحقيق المناط. وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موصول لهيئة المنظمة وللأستاذين الكريمين. الحقيقة لكي لا أتيها في هذه المداخلة، أغتنم الفرصة لأطرح بعض الأسئلة التي تشغل ذهني كباحث في سن الدكتوراه، ولأن هذه الندوة كانت في الصميم تعالج الجانب التقني والجانب المنهجي في البحث العلمي الذي نحتاجه أكثر من غيره. فيما يخص طبيعة قراءة التراث، أحسب الله أعلم أن القراءة تتعدد بين قراءة إحيائية للتراث تتمثل في تحقيقه وإخراجه إلى حيز المطبوع، وقراءة تجديدية للتراث ببعث بعض المضامين التي ربما أميتت أو ربما أهملت لأسباب ذاتية أو موضوعية أو حتى تاريخية، ثم قراءة نقدية التي يمكن أن تأتي في آخر المطاف. السؤال الأول موجه لدكتورنا الأستاذ حسن العالمي، إشكالية تحقيق النصوص الفقهية يعني وإعمال القاعدة يعني ثبت العرش ثم ارتش، ما جدوى العمل على النصوص الفقهية غير المحققة، وأحدد بالضبط معيار المنشبسي، أشتغل على قواعد الفقه من خلال هذا الكتاب، فأصطدم بإشكالات تتعلق بنسبة النص إلى قائله وبصحة هذا أو هذه النسبة. إذا ما جدوى العمل في نص غير محقق وغير مدقق في عزو رواياته وأقواله. الإشكال الثاني إشكالية الترجيح بالكثرة والقلة، والترجيح هنا ليس كما يصطلح عليه الأصوليون عند التعارض، ولكن عند بيان الدليل أو الرأي الأسد، قد يكون رأي سديد ورأي أسد، فنرجح الرأي الأسد بالنظر إلى كثرة قائلين. إذن ما مدى علمية هذا الترجيح بالكثرة في الفقه بالخصوص؟ ثم الإشكال الثالث إشكال تعدد الأقوال في المذهب الواحد بين قول ينسب إلى الإمام
وبين قول يخرج على أصول الإيمان، هل نفس الرتبة تكون للقول المخرج، وهل نفس الرتبة العلمية للباحث حين يدرس القول المخرج ويعني يشبهه ويكافئه مع قول الإيمان؟ ثم إشكالية العمل بالراجح والمشهور في مذهبنا. أنا كمدرس لمادة الفقه في التعليم العتيق دائما أصطدم بهذه الإشكالية، يعني أقول لهم هذا رأي مشهور لكن يوجد رأي راجح، وعند تعريف المشهور نقول هو ما كثر قائله، وعند البعض ما قوي دليله. إذن ما معيار التمييز بين هذه الأقوال انطلاقا من روح هذه الندوة؟ والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شكركم فهو معلوم من هذه الندوات والجزئة ضرورة. صحيح أن وقصر في العلم باعي وقال في الجهل وظلم ذراعي، وما أنا بأهل لأقف في هذا الموقف، ولكن الجهل وإن كان يقعد صاحبه فإنه أحيانا يقيمه ليستزيد من العلم، وقل رب زدني علما. سؤالي للأستاذ الفاضل الحسن العالمي جزاه الله خيرا، ذكر من المجالات التي هي مجالات لقراءة التراث الإسلامي مجالات أربعة، وأقول للأستاذ الفاضل ألا ينبغي أن نقول إنه أيضا من المجالات التي ينبغي أن نقرأها بل هي أحوج إلى القراءة ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، خاصة وأن نجد في هذا المجال أنه قد وجد فيه الغث والسمين، حتى قال نجم الدين الطوفي رحمه الله وما يزال يتلجلج في صدر إشكال التفسير، وذكر ما يتعلق بحشوهم التفاسير بالغث والسمين دون تمحيص للنقل وتحقيق. نجد مثلا في ما يتعلق بالإشكالات النحوية المتعلقة بالإعراب الذين آمنوا والذين هادوا والصابون إن هذان لساحرات لغير ذلك، نجد مثلا كثير من المفسرين يذكرون فيما يتعلق بهذا أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هذا من لحن كتاب المصحف، وتجد من المفسرين من يصحح أسانيد هذه الروايات دون نقد ولا تمحيص. يعني كيف نواجه من يحتج علينا بهذا ويحتج به على تواتر القراءات، وفي القراءة أيضا مثلا حينما نجد قراءة الكسائي رحمه الله هل يستطيع ربك هل تستطيع ربك، نجد عائشة رضي الله عنها أيضا تخطئ قراءة الجمهور يعني وتقول كان الحواريون رضي الله عنهم يعني أشد ورعا من أن يقولوا هذا. يعني نحن في حاجة إلى قراءة التفسير، وأن يكون التفسير مجالا لقراءة التراث الإسلامي وإعادة قراءته ربما إلى جانب المجالات الأخرى، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نكتفي بهذا القدر من أسئلة السادة والحاضرين، وأعطي الكلمة للأخوين الكريمين ليجيب عنها. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وظيفة الطالب أنه منتج وليس مجرد مستهلك، فبالتالي الطالب مبدع، وخاصة المعلم الناجح هو الذي يحول الطالب من مجرد مستهلك يقبل التحفيظ والتلقين إلى منتج وفعال ومبدع. وهذا ظهر من أسئلة الإخوة الكرام. في رأيي أن السؤال الأول الذي ذكره الأخ الفاضل هو يتكلم عن المقصد من قراءة التراث الإسلامي. المقصد من قراءة التراث الإسلامي لا يمكن أن يكون مقصدا واحدا. وجدت أن الأخ الكريم كأنه يريد أن يجعل المقصد الأعلى هو استثمار هذا التراث في إصلاح الواقع. هذا يمكن أن يكون مرحلة متأخرة. نحن نريد أولا أن تفهم هذا التراث وأن تكمل نفسك وأن تكمل البناء الاستدلالي عندك. يعني أنت أولا قبل أن تريد أن تدافع عن قضية الإسلام أو عن قضية التراث ينبغي أصلا أن تكون مؤهلا وأن تكون عالما بهذا التراث. كثير من الشباب مثلا
عنده معلومات ضعيفة جدا عن التاريخ الإسلامي أو عن الفرق الإسلامية، ثم ينبري إلى مواقع التواصل ويدخل في مناظرة أو مناظرات طويلة جدا مع أصحاب الفرق أو أصحاب المذاهب الإلحادية أو العلمانية أو الشيوعية، أو يدخل في مناظرات مع الرافضة بدافع أنه يريد أن يدافع عن هذا الإسلام وأن يرد على الشبهات. وهذا لا يمكن أن يحصل، فإن الإنسان إذا لم يكن أصلاً مقتنعاً بالفكرة ويعلم أدلتها ويعرف بناءها الاستدلالي، كيف يمكن أن يجيب عنها؟ فبالتالي الاقتراح الذي اقترحه الأخ الكريم يمكن أن يكون في الحسبان، وهو أن يكون من أجل مقاصد قراءة التراث الإسلامي هو كيف نستثمر هذا التراث الإسلامي في النوازل وفي إصلاح الواقع. لكن أن يكون هذا هو المقصد الرئيس من بداية القراءة في رأي هذا خطأ، وهذا يجعل الطالب متعجلاً أموراً كان ينبغي أن يتأنى فيها. في رأيي أن قراءة التراث الإسلامي يطلب لذاته حتى تعرف دينك، وأن تبصر أدلته، وأن تبصر البناء الاستدلالي عند العلماء الكبار، ما هي المسائل التي تكلموا فيها، وما رتب هذه المسائل، وكيف عرضوها، وكيف استدلوا لها، وكيف ناقشوا ما يشكل عليها، وما أسباب اختلافهم. هذا هو الذي ينبغي أن يكون مقصداً أولاً، ثم أن تتعلم الملكة النقدية حتى تحصل مجموعة من المعارف، ثم بعد ذلك تتعلم كيف تعرض هذه المعارف وكيف تستدل لها، ثم كيف تستثمرها في إصلاح هذا الواقع. الأخ الكريم الثاني سأل عن خطوات مكملة لبناء طالب العلم، جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، ودائما الطالب يفيد ويزيد. لكن الطالب الكريم ذكر أمراً هو أمر فرعي وهو الترجيح. الترجيح إنما هو فرع عن الدراسة النقدية، وقد تحدثت كثيراً في الكلمة عن الدراسة النقدية، والغرض منها أن يتعلم الطالب أولاً تصور المقالة بأدلتها وبالأصل الذي بنيت عليه المقالة، ثم بوجه الاستدلال بين المقالة والدليل، ثم بعد ذلك يخرج بنتيجة له هو، ثم يتعلم كيف يعرضها وكيف يجيب عما يشكل عنها، وأخيرا كيف يرد الأقوال المخالفة. فبالتالي كلمة الترجيح هي ضمنا داخل الدراسة النقدية. ذكر بعد ذلك الأخ الكريم التقصيد، وهو أن نذكر مقاصد القول. هذا بلا شك من الأمور المهمة، لكن المحاضرات المختصرة ينبغي أن نركز فيها على المقالات الأصلية، لا نركز على الفروع والجزئيات. وهذه أحد أخطاء النظر العلمي، أن يركز الطالب على الجزئيات والشبهات قبل أن يحكم القواعد والمحكمات، فيبقى الطالب يريد أن يعرف آلاف الجزئيات ولا يعرف القاعدة التي تحكمها، أو يعرف آلاف الشبهات ولا يعرف محكمات الشريعة التي ترد إليها. فبالتالي دائما يركز الطالب في بداية دراسته على القواعد والمحكمات قبل أن يدخل في الجزئيات والشبهات، وإن كان لفت النظر إلى هذه الجزئيات أمرا محمودا إن شاء الله. وذكر بعد ذلك الأخ الكريم أن نذكر ثمرة الخلاف، وهذه إضافة متميزة، لابد أن نعرف من يتكلم عن التراث الإسلامي بأن الفقهاء أو العلماء أو المحدثين إذا اختلفوا في مسألة فلابد أن يكون لهذه المسألة ثمرة يعتنى بها. الأخ الكريم يبدو أنه أخذ رسالة في تحقيق الكتب، فلم يعني يرى أن الكتاب ليس دقيقا في عزو الأقوال، فبيقول لماذا يختار لنا هذه الكتب لنحققها، أليس هذا قولك؟ اشتغل على كتاب غير محقق. ما معنى كلمة محقق؟ ما دلالة هذه الكلمة عندك؟ يعني أن نصوص الكتاب غير يعني ليست دقيقة في نسبة الأقوال؟ نعم، يعني سواء في مكملات التحقيق مثل التخريج وغيره، نعم، أو حتى في نسبة الأقوال إلى أصحابه. يعني أنت ترى أن هذا الكتاب أصلاً مؤلفه لم يكن دقيقاً في نسبة الأقوال إلى أصحابها. لا نسبة فيه أصلاً. لا نسبة فيه. عند خريج النص من حيز المخطوط. تمام. وما عملك في هذا الكتاب؟ واستخراج القواعد الفقهية. جيد. منصوصه. طب ما هي المشكلة في ذلك؟ ما هو هذا دورك؟ دورك أن تحكم على هذا الكتاب وأن تستخرج منه القواعد. حتى لو كان الكتاب الذي أخذت الرسالة بخصوصه كتابا ليس قيما، فدورك أن تبين لنا أنه ليس قيما، هذا دورك. بدل ما كنا نعرف هذا عن طريق المسلمات المشهورة عرفنا هذا عن طريق البحث العلمي.
أنا في رأيي أن الباحث لا ينبغي أن يسأل ما هو الذي يبحثه. الباحث هذا إنسان جاهز، إحنا بنشبهها كده بأن هو كهربائي شغال في الكهرباء مع شنطة العدة، كامل جاهز لأي ظرف من الظروف. اختاروا منه أن يحقق نص كتاب يكون جاهزاً لتحقيق النص من حيث الضبط، ويكون جاهزاً لتخريج الأحاديث، ويكون جاهزاً لدراسة الأحاديث دراسة نقدية أو لنسبة الأقوال. فبدلاً من أن تلقي باللوم على من اختار لك هذا الكتاب، ينبغي أن تتعلم كيف تبدع في هذه الرسالة وأن تضيف بها شيئاً جديداً. ففي رأيي ليس هناك رسالة لا ينبغي أن تحقق مهما كانت ضعيفة ومهما كان مؤلفها ليس عالماً بارزاً، لأننا نريد أن نحقق التراث، لكنك تسأل نفسك سؤالاً دوماً، ما هي الإضافة التي يمكن أن أضيفها؟ بعد ذلك الأخ الكريم ذكر القول المخرج وذكر قول الإمام، كأني فهمت منه أنه يريد أن يقول هل القول المخرج بمنزلة قول الإمام؟ لا بلا شك، إن كنت فهمت سؤاله يعني القول المخرج هو قياس يقاس على أصول هذا الإمام، فكأنه يقول إن الشافعية لو عرضت عليه هذه المسألة كان سيفتي فيها بهذا القول بناء على أصوله المعهودة أو بناء على فتاوى أخرى مشابهة لها بجامع علة معينة. فبلا شك القول المخرج هو بالضبط كالقياس، لا يكون القياس بقوة النص الصريح. بعد ذلك تكلم عن الرأي المشهور أو الرأي الراجح. من الأخ الذي سأل عن الرأي المشهور أو الرأي الراجح؟ نفسه. نعم. نفسه. طيب ماذا تقصد بهذا السؤال؟ عندنا في الفقه المالكي عند بيان الأقوال مثلاً في مسألة معينة يحكم الشارح مثلاً على هذا القول بأنه مشهور وعلى خلافه بأنه مشهور. نعم. هذه المرتبة الثانية يحكم على قول بأنه راجح وعلى القول الآخر بأنه مشهور. أنا فهمت أنك عندك مشكلة إذا أردت أن تدرس هذه المادة، فكيف بعدما ذكرت أن القول مشهورا ترجح خلافه؟ هذه المشكلة؟ يعني ما إذا الأصل أن الراجح هو ما قوي دليل، نعم نتبع قوة دليل، نعم المسألة هذا الأصل، لكن القول المشهور ما كثر قائله، يعني نعم إذا كان الطلبة سيتيهون في اختيار القول لا، لن يتوه الطلاب إلا بأن يكون المدرس قبل ذلك يعني هو الذي تاه بالمناسبة. يعني لماذا؟ لأن المعلم لابد أن يقدم مقدمات تكون وقاية للطلاب من هذا اللبس، فإذا قدمت لهم مقدمة عن أسباب الخلاف وعن درجة الخلاف وعن أنواع الخلاف وعن الخلاف المعتبر وغير المعتبر، ثم تبين لهم أننا وإن حكمنا بقول فإننا لا نقطع به ولا نقطع ببطلان غيره، هذه المقدمة التمهيدية ستصنع جوا متميزا، فبدلا من أن يكون الخلاف عائقا سيكون يعني تحسن استثماره ويكون إثراء للدرس. وهذا خطأ كبير جدا، أن أحيانا يكون مدرسة أو معهد أو جامعة لا يلتقي فيها المعلمون أو المدرسون على مثل هذه القواعد التي لو قعدوها كانت وقاية للطلاب من كثير من اللبس والمشكلات. لابد أن يقعد أمورا، منها أن القول الذي يقوله الإنسان هو قول في الآخر اجتهاد، فلا تجعل قطعك بقول معين يحملك على تسفيه القول الآخر. كذلك ينبغي أن تعلمهم أصول الخلاف وأن تعلمهم أسبابه. لذلك الذين ينادون بإنهاء الخلاف وينادون بالقول الواحد هؤلاء يزيدون الأمر تعقيدا، وإنما الذي يمكنه هو ترشيد الخلاف وليس إنهاء الخلاف. بعد ذلك الأخ الكريم ذكر عن مجالات قراءة التراث. مجالات قراءة التراث الإسلامي، وذكر منها اقتراحا وهو مجال تفسير القرآن. أنا أظن أن الدكتور ذكر هذا المجال، ذكر مجال الروايات، لأن التفسير يمكن أن يدخل في هذا الباب. والأخ الكريم ذكر قضايا جزئية وذكر آيات معينة يظن بذلك أن هذه الآيات يمكن أن تكون مجالا للدراسة. هذه الآيات يعني طحنت دراسة من قبل المتقدمين ومن قبل اللاحقين. أحيانا كثيرة لا تكون المشكلة في قوة الشبهة وإنما في ضعف المتلقي. يعني إنسان يسمع شبهة مثلا في علم الحديث أن راويا معينا استدل به البخاري إسماعيل بن أبي أويس، وأن يحيى بن معين اتهم إسماعيل بن أبي أويس بالضعف أو ضعفه، فيظن أن هذه شبهة عظيمة جدا تقدح في البخاري. هذه ليست شبهة أصلا،
وإنما اشتبهت عليك أنت، ليست شبهة، لأن الإمام البخاري ينتقي من أحاديث الراوي الضعيف ما ثبت عنده فيه صوابه، كما يرد من حديث الثقة ما تأكد فيه خطأه، فبالتالي هذه ليست شبهة أصلا. تمام؟ مثل هذه الآية، هذه الآية ليست شبهة، ضرب أمثلة الأخ الكريم بآيات ليست شبهة، وإنما الخلاف فيها يثري هذه الآية ويزيدها وضوحا. مثال مثلا، نضرب مثال ولا نستطيع أن نستوعب، مثلا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ بداية قبل أن أحكم أو أقطع بهذه الآية لابد أن أجمع القراءات فيها وأن أجمع أقوال أهل العلم. هذه الآية ببساطة من العلماء من جعل الاستطاعة هنا بمعنى القدرة، فكأنه قال إن الحواريين شكوا في قدرة الله، فبالتالي هذا كفر لكنهم كانوا جهلة، فيدخل هذا في العذر بالجهل. صنف آخر وهم الذين أرى أن قولهم هو الصواب أن الاستطاعة هنا ليست بمعنى القدرة وإنما بمعنى الاستجابة، والمقصود هل يستجيب ربك لهذا؟ فكما أقول لك هل تستطيع أن تناولني مثلا هذا الشراب أو هذا الماء؟ فالاستطاعة هنا ليس المقصود منها القدرة، لذلك الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بعدم الاستطاعة، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقال وكانوا لا يستطيعون سمع. فالاستطاعة هنا بمعنى الاستجابة، يعني لا تطاوعه نفسه. فالمقصود هنا أن الحواريين قالوا هل يستجيب ربك لهذا؟ إذن لماذا عاتبهم عيسى عليه السلام؟ لماذا؟ لأنه ظن أن إيمانهم بقدرة الله متوقف على هذه الرؤية. لذلك هناك فرق بين أن تطلب الهدى بآية من آيات الله وبين أن يتوقف إيمانك عليها، وهذا فرق جوهري بين إبراهيم عليه السلام الذي قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فبالتالي هو لم يتوقف إيمانه بإحياء الله للموتى على أن يرى ذلك، ولكنه طلب زيادة الإيمان. هذا فرق بينه وبين اليهود الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فكذلك الحواريون قال لهم عيسى عليه السلام اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، فبالتالي هم طلبوا زيادة الإيمان. فالذي أراه في هذه الآية أن هذه الآية لا تقدح في إيمان الحواريين، وليس عندي حجة في ذلك، ولكنهم أرادوا زيادة الإيمان، والله سبحانه وتعالى بيّن أن من لم يؤمن بعد إنزال هذه الآية فإن الله يعذبه. هذا نموذج بسيط جدا أن المشكلة ليست في قوة الشبهة ولكن في ضعف المتلقي. يمكن هذا بشكل مختصر يعني. بارك الله فيك. جزا الله الإخوة الكرام خير الجزاء على هذه الأسئلة. بالنسبة لقضية التكامل المعرفي، نحن أشرنا في بداية الأمر أن التراث الإسلامي المقصود به ما يتعلق ب يعني ما كل النظريات والأفكار وال حتى الإسهامات الحضارية والفكرية التي مرت في تاريخ هذه الأمة، سواء كان ذلك في مجال العلوم الشرعية أو العلوم الكونية، في العالم المشهود والعالم المقروب. فلذلك ثم تاريخ الأمة ينبئ عن هذا، أعلام الأمة لم يكونوا يفصلون بين العلوم، وقد ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله أنه أن الفصل بين العلوم لم يكن معروفا عند السلف حتى حدث هذا الفصل، وكان القراء منهم يعني يعرفون بطائفة القراء الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ويقرؤون القرآن ويستنبطون الأحكام ويفتون في النوازل، فهذا هو الأصل الذي كان، ثم قد تجد له صناعة من الصناعة. ثم تأخر هذا الأمر عند الكثير من العلماء، الإمام أبو العباس النبات رحمه الله الذي كان من كبار علماء الحديث كان رجلا مشتغلا بعلم الصيدلة وتتبع النبات في مواقعها، وكان يصنع الترياق للمسلمين، الترياق اللي هو الأدوية، فلذلك اشتغل يعني بطب الأبدان كما اشتغل بطب الأديان، دين واحد ليس أديان متعددة. فالتكامل المعرفي هذا هو واضح في تراث الأمة، وقراءة من التراث الإسلامي بغض تكون من هذا الباب، لكن مجال العلوم الكونية هو مجال يعني ممكن أننا نتقصى فيه ما له ضرر على تراث الأمة. وهنا آتي إلى قضية، لأن حقيقة تجاوزت بعض النقاط التي أساسية ويظهر أنها، وهي أن قراءتنا للتراث الإسلامي ينبغي أن يرتبط بصناعة مستقبل الأمة والنظر في مستقبلية الإسلام،
لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، كما قال الإمام الأوزاعي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وهي شداد المسائل التي لم تقع، مسائل التي لا علاقة للأمة بها ولن تحدث في الأمة تغييرا، يعني نهض عنها الطرف من هذا، من تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. مسألة الأكثرية أنا قصدت بها أيها الأخوة الكرام ما لا تعلق له بالدليل، وإلا نحن ندور مع الدليل في مسألة يعني ما يتعلق بالإجماع على قضية الأكثرية المعتبرة، يعني كيف يكون قول الواحد كقول يعني الأمة جمعاء؟ الأمر لا يشك فيه مسلم ولا يمكن أن ينازع فيه مسلم، لكن نتحدث عن القول يعني أننا أن العبرة عندنا بالعدد، هذا يكون مرجحا إذا قام الدليل، ولكن لو يعني مع ذلك العدد، لكن لو فات العدد أصحاب العدد هؤلاء الذين كثروا في الأرض يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يبلون في أمر جلل، لو كان الدليل في غير يعني مع القلة، والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فنتحدث هنا عن قضية يعني ليس الرأي المتواتر الذي حرفه المحدثون بأنه ما رواه جمع، القول يعني القول الحديث المتواتر أو الأثر المتواتر ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب واستندوا إلى أمر محسوس، هذا أمر يعتبر فيه العدد الذي هو عدد التواتر ولا ينظر فيه إلى الدليل. نحن نعرف أن مكة موجودة بسبب يعني أنه تناقل الأثر المسلمون ثم استند الناس فيها إلى شيء محسوس، كذلك الذين يشككون اليوم في وجود عبد الله بن سبأ، الشيعة الرافضة الآن هم لو عددت الشيعة في بعض بلاد المسلمين لوجدت أن الرافضة في تلك البلاد أكثر عددا من أهل السنة، الذين يقولون بأن عبد الله بن سبأ شخصية موجودة، الرافضة الآن ينكرون وجود عبد الله بن سبأ، يقول هذا غير يعني بعضهم قد يند بعضهم ممن يقول يعني يعترف بأن أهل السنة معهم الصواب في هذا، لكن هنا نقول بأن مسألة العدد لا عبرة به في هذا الشأن، العدد يعتبر إذا قام الدليل ويرجح بالعدد، يعني يرجح بالعدد مثلا نقول في هذا مسألة اختلاف جرى التعديل بين يعني بين الطائفتين من المحدثين يرجح هنا بأكثر، يعني إذا كان هذا ممن قال به الأكثرون وكان قد استندوا في ذلك إلى حجة ودليل، هذا يعتبر فيه العدد والأكثرية، وهي القضية التي قصدها الشيخ الدكتور أحمد الرسوني في مسألة نظرية التقريب والتغليب، يعني في ترجيح بالأكثرية. مسألة تحريم التراث هذه مسألة أساسية كما قلت، أنا فقط لم أعرف بها إلا هي مضمونة في يعني في الكتاب الذي هو يعني في هذا الموضوع، هو أن ربط التراث الإسلامي وما يصلح لهذه الأمة ومستقبل الإسلام ومستقبل الأمة، يعني العدول عن الأنابيش التي شغلت العقل المسلم والتي ضيعت على المسلمين زمنا. ولهذا يعجبني في ذلك كلام الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، وإذا قيل صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق. معنى هذا هل يحتاج المسلمون اليوم أن يحيوا علم الكلام ويدرسوا العقيدة الإسلامية ويشغلوا العقل المسلم ويزاحموا يعني ثنايا يعني مساحة العقل المسلم بمثل هذه الأفكار التي يعني ضيعت على المسلمين زمنا طويلا؟ ولهذا انتهى فخر الدين الرازي إلى قوله نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نجن من بحثنا وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن وبال، ولم نجن من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا أمر لا بد أن يعتبر في قراءتنا للتراث الإسلامي وعدم الإغراق في القديم وفي ما لا يصلح للأمة. القراءة التجزئية للتراث الإسلامي يعني لا بد أن حقيقة ممكن نتحدث عن الاجتهاد التجزئي، لأن قدرة العقل المسلم اليوم ليست قدرة ذات تلك الشمولية التي كانت للمتقدمين وللعلماء، ربما ليست متاحة لكثير من الناظرين اليوم في التراث الإسلامي. لكن الفصل بين مكونات التراث الإسلامي ويعني نقول نقرأ الفقه دون نظر في الحديث أو نقرأ الحديث دون نظر في الفقه، هذه أمة تكون هذه النتيجة ستكون يعني سيئة وتجني هذه القراءة التجزئية، وهذا الذي حدث للعلمانيين والحدثيين اليوم الذين يريدون قراءة التراث الإسلامي قراءة بمعزل عن آلات
الآلات والوسائل العلمية التي تمكنهم من النظرة الصحيحة لهذا التراث. محمد عابد الجابري آخر ما كتبه عن القرآن الكريم وعن يعني المفاهيم القرآنية كله ما اصطاده من كتب الشيعة ومن شبهات المستشرقين، معناه أن الرجل ما كان عنده وسائل ولا آلات ليقرأ بها كتب التفاسير ولينظر فيما ألف في ذلك. يعني حتى لو كان يعني كما قال الإمام الرام الهرمزي لما هذه النظرة التجزئية كانت حصلت لبعض المتقدمين، مطر الوراق يعني وحرب بن إسماعيل السيرجاني الذي عمل رسالة سماها السنة والجماعة رد بها على المعتزلة، وهذه البلاء الذي يحصل أن الإنسان لا يكون مختصا ولا من أهل الصناعة ولا من أهل القدرة على في الرد على المخالفين فيسيء إلى تراث المسلمين أكثر مما من حيث يظن الإحسان. يقول الإمام الرام الهرمزي ولو أن حربا حرب بن إسماعيل يعني السيرجاني ولو أن حربا كان مؤيدا مع الرواية بالفهم، لا أقتصر على الرواية فقط، هذه القراءة التجزئية، ولو أن محرم كان مؤيدا مع رواية بالفهم لأمسك من عنانه ودرى ما يخرج من لسانه ولما أمكن ولما ولكان أولى له أولى، أي أن يجمع بين الرأي بين الفقه والأثر والرأي والنظر والحديث والنظر، قال ولكان أولى له أولى ولما أمكن القارة من رامها. والقارة كانت معروفة من قبيلة من قبائل العرب المعروفة بإجادة الرمي، فكل من جاءها ليران يعني ليجا بها بالرمي أمكن من نفسه وسعى إلى حتفه بظرفه. فهذا من النباهة التي كانت لدى علماء المسلمين أنهم كانوا يرفضون هذه القراءة التجزئية لتراث الأمة مثل ما يحدث اليوم في زماننا، يعني من لدى القرآنيين وطائفة الحدثيين العلمانيين اليوم الذين ينظرون إلى تراث المسلمين يعني يقرؤون الإسلام والشريعة الإسلامية عظيم. مراعاة الزمان والمكان هذا أمر أساسي. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لأن حقيقة عدم اعتبار المناط الذي تحدث عنه الإمام الشاطبي رحمة الله عليه وتحقيق المناط الخاص لدى في كل نازلة من النوازل هذا مما يفضي إلى سوء النظر والاجتهاد في النوازل بمعزل عن عن عن, عن أسبابها وعن الحوادث التي مثلا الذين الآن يريدون أن يحاكموا الإمام النووي رحمة الله عليه والإمام الحافظ ابن حجر إمام الأمة الذي يعني قيل في كتابه المسؤول الإمام الشوكاني عن فتح الباري قال لا هجرة بعد الفتح، الآن ينتقدون الحافظ ابن حجر في مسائل العقيدة على أنه كان أشعريا، وهذا كان نفس العصور نفس ذلك العصر الذي سيطر على تلك العصور، يعني كل من لا يستطيع الواحد أن يلبس ببنت شفا في مسألة تحقيق أشعرية عقيدة الأمة. حتى إن الإمام الحافظ المزي لما أراد أن يتولى القضاء وكان رجلاً شديداً في تحقيق مذهب أهل السنة في العقيدة لم يسمح له بذلك إلا بعد أن سجل أنه على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، فهو على كل حال تحايل على القضية وقال كتب أنا على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، لابد أن يصرح بذلك حتى تولى القضاء وإلا تكون شافعياً أو في بعض البلدان أن تكون حنفياً وأشعرياً، هذا أمر كان نفس العصور. فلذلك الذي لا يلوم الحافظ ابن حجر ويريدون أن يقرأوا تراثه بمعزل عن النظر في زمانه واعتبار زمانه هذا أمر يسيئون إلى أنفسهم قبل أن يسيئوا إلى هؤلاء العلماء. تعدد مناحي قراءة التراث الإسلامي يعني من قراءة إحيائية إلى قراءة توظيفية كما يقال يعني في زمن اليوم، هذا أمر لا شك أن المسلمين بحاجة إليه، نحيي أولاً هذا التراث ونبني عليه ولكن نحيي منه الجانب الأليق بعصرنا وبزماننا حتى لا نجتهد خارج ما تقتضيه وما تحتاجه الأمة الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وإياكم ويوفقنا وإياكم صاحب قوي من عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لهذه الأجوبة المفيدة التي تفضل بها الشيخان حفظه الله تعالى نختم هذه الجلسة العلمية المباركة ونضرب للسادة الحاضرين موعدا جديدا مع عالم آخر من أعلام فكرنا الإسلامي دكتور مصطفى المرابط في موضوع الدين والثقافة أية علاقة، وذلك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله في الزمان ذاته والمكان ذاته. ويخبر الأخ منسق ماستر فكر الإسلامي ومناهج التجديد طلب الباحثين
أن شواهد الحضور ستكون جاهزة في الأسبوع القادم إن شاء الله. سوف استلامها. استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه والحمد لله رب العالمين.